اذا خبز الطابون سخن بجوز طوط للغفن وانت مش داري عن حالك. هو اللي يعني كان مع الشغلة جوزي، أنا بعرفش بكيت ولا أي إشي في الطابون، ولا عمري خبزت في الطابون، ولا بعرف كيف شكلها أنا أصلا بكيت. بعدين صرت شوي شوي صرت تعرف، وصرت أول مرة يعني بالعكس تشلي كل ما أحلى هالخبز، يعني كأني إلي 100 سنة بخبز عليه. جيران صاروا يعرضوا علي إني أنا أبيعهم هين، وصاروا يشتروا وصاروا يعرفوا من بعض وهيذا، وصارت كل يعرف، صار صرنا نقول للناس إننا بنبيع بعدها يعني، وصارت كل يعرف كل البلد بتعرف والله، والكرة المجاورة اللي عندنا أنا بعرفه بيجوا عليه. لما صرنا نبيع سوالي بجوز 3-4 طوابين مع بعض وأرمي فيهن كلياتهن، يعني هو السعلي لو بكاش وراي كيم الخبز اللي يستوي كان ما أقدرش ألحق لحالي. في أيام مثلا الجمعة والسبت هذول عليهم طلب مش طبيعي، يعني بكيت مثلا زي هلكت أبكم خلص مثلا 50-60 رغيف وبيحين، والناس تيجي أضطر أعجن أخرى مرة وأخبز لهم. أهم إشي الطابون يبقى منيح وحامي، يعني يبقى مزبل قبل بليلة وحامي وكل شيء تمام. إذا الطابون مش حامي خلاص بزبطش الخبز من مرة. بعدين يعني عشان بتعرفي يعني وسيو هذا بدك تبقى عندك لياقة ليوم اللياقة، مشان تقدر ترمي وتوازني الرغفان وتحطي كلهن بشكل مزبوط، يعني ما يجيني شعوج ولا إشي. في مجهود كبير الطابون، في مجهود الناس كلهم بحبوا الأشياء هذه، يعني كل الجيل هذا بس بحبان الشيء يتعبن فيه. زمان شو بكاوي سوا في الطابون، بكاوي شو دجاج شو بطاطا شو باذنجان، يحطوا مثلا بدهم يصبخوا طبخة يحطوها في الطابون. من زمان كل شيء على الطابون بكا يسووه. حسببني أنا يعني طينة، طينة حور زي حور أبيض مع تبن، و يعني الحور يعني ضعيف مش كويس، بحط معاه شيد، بحط معاه الشيد مشان يصير ليونة عندي يعني يلزج، يعني يصير يلزق. هلكيت انا بظبط ببلش الطابون يعني على اكياس، يعني بسوي زي الصينيه بعلم دوريه قد ما بدي، انا بسوي وببني عليها. المنطقة اللي بنحط فيها الطابون مسكرة دائما، لازم تكون مسكرة من الهواء، لأن الطابون ببرد، الهواء ببرد اللحم. بدك تحط عليه زبل جبل تفت وزبل أربعة أيام لحد ما يحمى، بعد الرابع الخامس خلص تخبز. يعني أنت بتزبلي اليوم المغرب بضل الصبح تخبز عليه، بضل عندك على مدار اليوم تخبز عليه.